افتتاح التسجيل للترجي الاهلي التونسي. نعيم بربط يمنح الاسبقيه الانيه طبعا لابناء المدرب جاكي ديوغي بيرو. استغل اول هفوه في محور دفاع المستقبل. خروج ربما ما كانش في محله من الحارس خالد عزيز. والارتماء الجيدة من نعيم بربط، ارتماء رأسية سجل بها في لقاء الملعب التونسي وأعادها في لقاء المستقبل في ملعب عبد العزيز تيوب المرسى. تتغير النتيجة هنا والنتيجة تغيرت كذلك في ملعب سوسة الأولمبي بتقدم أمل حمام سوسة على النجم الأولمبي الحلقة ضد الكرم 2-1. هكا تكونوا ما ضيعتوا شيء، كل النتائج موجودة، النتائج الفورية والآنية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في جولتها العاشرة. هذا تغيير من جانب المدرب حبيب المجري، تغيير كنت حكيت عليه، إيف جوبيتر ياخو مكانه في التشكيلة مكان نزار الغزواني. إيف جوبيتر كان سيدخل قبل الهدف لكن يلقى نفسه في وضعية صعبة، والهدف الثاني، الهدف الثاني للترجي، مرة أخرى رأسية، مرة أخرى رأسية. لا أحد يتمنى أن يكون في مكان إيف جوبيتر المدرب الحبيب المجري. مع دخول إيف جوبيتر قبل دخول الهدف الأول ومع دخول الهدف الثاني، سيف الله المحجوبي والهدف الثاني للترجي. وهدى في محور دفاع المستقبل. قلة التركيز، ربما فترة فراغ، إعادة للعمل الأخير، التوزيع بين كوكا من المدافعين تمر الكرة لكن لا تمر من سيف الله المحجوبي ويكون الهدف الثاني للترجي. النتيجة تتغير بسرعة،